عودة إليكم مشاهدينا استكمال ما تبقى من أخبار حصادنا في ملف صفقات يسعد ربراب. أي جودة تحملها زعيمة حزب العمال ويزا حنون من خلال تقاربها مع رجل أعمال يسعد ربراب وتخندقها في معسكر ينفذ أجندة من كان يحكم من وراء الستار؟ أحمد حفصي في الموضوع. عندما يتزوج الفكر التروتسكي بالستاليني، عندما تتباكى من تقدم نفسها على أنها المناضلة من أجل حرية التعبير وهي أكبر ديكتاتورية، والسؤال المطروح: ماذا يجمع حنون التروتسكية برجل الأعمال صاحب مجمع سيفيتال يسعد ربراب؟ لويزا حنون كما نعرفوها هي تدافع عن القطاع العام، هي ضد الخوصصه تاع المؤسسات، هي ضد القطاع الخاص، ضد ارباب العمل. شوفوا شنو هي، يعني لو كان يعني ربراب هو في حقه هو يدافع عن مصالحه ومصالح راس العمل، راس المال تاعو، مصالح الشركه تاعو، هذا من حقه. لكن هي اليوم واش هي الرابط، واش هو يعني القاسم المشترك ما باش تروح تدافع عن المؤسسات تاع القطاع الخاص؟ واش هما لي كريتير دو شوا تاع القطاع الخاص؟ كي نشوفها تشتم يوميا في ارباب العمل وهو نو اليوم تدافع عليه. وإذا سألوك في الجزائر عن من حولت حزبها إلى ملكية خاصة، عن الأمينة العامة التي تكفر بقواعد الديمقراطية في بيتها الداخلي، فما بالك بالجزائر؟ وإذا سألوك عن السيدة التي قضت 25 سنة كاملة على رأس حزب العمال ونصبت نفسها زعيمة على الورق في قيادة بقايا الحزب، فاعلم أنك في مواجهة حنون. هذه هي التي صدعت رؤوس الجزائريين بشعارات براقة وأكاذيب لا تنتهي، وبعد أن غيرت مواقفها 360 درجة. هذه المعطيات للمسؤولين. اليوم تحولت إلى ناطق رسمي باسم جماعة تتباكى على عهد الحكم من وراء الستار، جماعة وظفتها كبيدق. حنون التي تتبجج بحصانتها البرلمانية وتتقاضى أجرة نائب وهي لم تنزل يوما للبرلمان، تقمع الرأي الآخر، تشتم صحفي عامل. أكبر أوليغارشي في الجزائر هي، ورانا نشوف اليوم العلاقة اللي عندها مع اليوم تدافع الأوليغارشية وتقول لك أنا ندافع الرأي العام، وتضرب الصحفي اللي يجي على الرأي الصحفي، وتضرب الصحفي اللي يجي يغطي الآخر. إذا كان هي تتكلم وتشتم في الأوليغارشية، شفنا عبر وسائل الاتصال الفيسبوك مؤخرا في باريس هي وربراب، واش طبيعة العلاقة هذه؟ والمفارقة أن حنون كانت تتغنى بالدفاع عن المحجورين والمظلومين، فأي نفاق هذا وأي ديكتاتورية؟ والصورة خير من ألف تعليق.